رجعنا بقى مع الفقره الاولانيه فقره الكبسوله الفقره اللي احنا ادمناها وعلشان كده هي بقى لها فتره بتكلمنا على الادمان زي ما قلت لكم في المقدمه هنتناول النهارده الكبسوله موضوع المخدرات بشكل مختلف هنعرف يعني ايه النباتات المخدره خليني الاول ارحب بضيف ضيفكم او مش ضيف ضيفكم صاحب البرنامج دكتور محمد راشد استشاري حصول المناعه دكتور محمد ازيك وصباح الفل عليك صباح النور وصباح الياسمين ويعني ببقى سعيد جدا طول ما انا مع حضرتك وانا يعني يعني يسعدني ان انت تلقبني بلقب صاحب البرنامج لا ده انا ده يعني شرف تحت امرك بيف في كل شيء ربنا بس هو اصحاب البرنامج احنا والمشاهدين اصحاب البرنامج طبعا طبعا ربنا يديك الصحه رب. وانا مبسوط على مستوى شخصا ان جزء من من فريق عمل البرنامج ربنا فده شيء يسعدني و... انا وزي مش كل مره هقولك لك انا خلاص ادمنت الفقره بتاعتك ادمنت الفقره بتاعتك ربنا يخليك يا وزي ما قلت لك احنا بنسعى وبنجتهد ان احنا نتكلم في الحته بتاعتنا صحيح صحيح برنامج متخصص صحيح صحيح انا مش بتاعتي اتكلم لا في كوره ولا في سياسه ولا مش أعرفش اعملها و... ولا في فن مش بتاعتي وهو فعلا الفيدباك او يعني ال... 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 عن الموضوع وعن البرامج بتاع حضرتك والحلقه بتاعتك متخصصه في ناس بتستناها و... وفي الدول العربيه على وجه الخصوص يعني انا بالفعل بعد الحلقه بيجي بعض يعني الفيدباك عن البرامج بتاع حضرتك خصوصا يعني الساعه بتاع حضرتك في قناه الصحه والجمال بيجي لها رد فعل كويس جدا يعني على مستوى الوطن العربي ده ده اللي عندي لغايه دلوقتي يعني اشكرك على هذا الكلام بناخد اللي هو بي على صدري وبيحملنا مسؤوليه كلنا <applause> ان شاء الله من واضح ان انت موضوع الغذاء خلاك استفزك فقلت لي عايزين نتكلم النهارده عن النباتات المخدره صح كده صحيح صحيح طب احنا عايزين نعرف ما هي بقى النباتات المخدره هو بص حضرتك هو النباتات المخدره الاول في بدايه وجود الانسان على الارض هو كان بيتلمس الحياه حواليه يعني كان بيشوف حاجات وعايز يعيش عايز يستمر بالفطره يعني فكان بياكل النباتات في نباتات كان بياكلها وتبقى كويسه بالنسبه له وفي نباتات بياكلها وكانت تبقى صعبه بالنسبه له وفي نباتات دفع تكلفه ان هو دقها زي النباتات السامه وفي ومن ضمنها برضو النباتات المخدره ده في مرحلة تلمسه للحياة مرحلة التجربة مرحلة التجربة اه زي ما احنا قلنا هي في الغالب حضرتك بتربط الحلقات ببعضها فعلا هي مرحلة التجربة لازم خلي بالك انا سرحت بخيالي معاك انها فعلا في بداية الخليقة انت بتنزل بتاكل اه 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 اه, آه فيعني ده كان الـ 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 الوضع الاولاني وبعد كده بدا يتطور الموضوع شوية ان هو في بعض الاوقات كان بيستخدمها الكهنة والمجتمعات والقبائل لحاجات معينه، يعني واحد كان في الغالب كانوا بيعتقدوا ان ده وسيله للتواصل مع العالم الاخر والعوالم الخفيه. لا مش فاهم الحته دي، يعني النباتات آه. تبقى وسيله اه يعني هو لان طبعا هو بيدخل في مجموعه من 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 الهلاوس سواء كان السمعيه او البصريه وبتكون ثلاثيه آه. الابعاد، وبالتالي هو بيعتقد ان هو بي يعني بيدخل في عالم خفي وبيتواصل مع ناس مش موجوده آه ده كان جزئيه تمام. في جزء تاني في بيعتبروه نوع من انواع الطقوس زي ما احنا عندنا مثلا في, في الهند يعني في قبائل في الهند بيستخدموا مثلا مخدر اسمه لويسيوكان لو كان اه كان ده مخدر عجيب جدا والقوه بتاعته رهيبه جدا بيستخدموه عشان يفصلوا ما بين مرحلتين في مراحل تطور الـ الـ الانسان عندهم ما بين الطفوله وبين البلوغ او ما بيخش في مرحله البلوغ يعلنوا انه بالغ ياخذ هذا المخدر يقعد في غيبوبه ما يعني فيما لا تقل شبه فقد الذاكره مش اقل من 20 يوم 20 يوم يعني يفصل من بين الطفوله يفصل, يفصل وبالتالي هنا ايزانا ان هو دخل في مرحله البلوغ ومرحله الطفوله دي مش موجوده في حياته طب سؤال ولحد دلوقتي لسه بيه لحد بيه الى الان دي بعض الطقوس اللي موجوده يعني يعني الطقوس في الهند اه بيستخدموا في بعض اه في بعض القبائل ولقينا الان في غرب افريقيا في بعض الطقوس برضو اللي كانوا بيعتبروها طبعا مع التطور الامور دي بتقل شويه يعني لكن آآ آآ ان هم كمان حتى بيستخدموا هذه المواد كانوا من انواع التنبؤ بالمستقبل طبعا بيبقى شخص حالم وزي ما قلت لحضرتك في البدايه ان هو بيتواصل مع عوالم خفيه فكانوا يعني بيعتبروها نوع من انواع التنبؤ بال بالمستقبل دي الجزئيه الاولانيه دي انا 20 <applause> دقيقة بقى يعني حضرتك في الهند في بعض القبائل ايوه لما الانسان بيبلغ بياخد هذا النبات هذا <applause> الويسيكان ده المخدر ده آه. اسمه ايه؟ الويسيكان طب احنا عايزين عشان الشارع تفضى شوية كده آه. فطبعا 20 يوم بيفصل تماما وعلى اعتبار اللي بينسى هذه المرحلة تماما مم. ولا زال النهارده في بعض القبائل الافريقيه بيستخدموا هذا خصوصا الغرب افريقيا بيستخدموا بس ده ما دخلش مصر صح؟ آآ 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 لا هي النباتات دي مش موجوده في مصر خصوصا ما هو هو ليه بنقول ان النباتات دي مستخدمه في هذه القبائل او هذه الاماكن لان دي البيئه الطبيعه الجويه المناخ بتاعها اه البيئه بتاعتها المناخ بتاعها هي البيئه اللي بتسمح اللي 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 بنمو هذا اللي 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 النبات يعني تمام عشان برضو نعرف يعني برضو هنا هتلاقي بقى الصدمه ايه هو المخدر اللي بيطلع من النبات يعني؟ م. في ال في في العادي انا بكتب ليسو كان ده عشان عليه ويسو ويسو كان ويسو اه ويسو, أو ويسو بيفكرنا بويسو لو انتوا آه. يعني ف آه عايز اقول لك كله بيتكلم عايز آه ويسو كان الناس آه كلها عايز تفصل 20 يوم ويسو كان ف يعني خلينا نقول برضو, برضو هي برضو فكره ايه هو المخدر ليه هو مخدر ليه هو مخدر في الاساس بالنسبه للنبات يعني ليه اعتبرناه في النبات مخدر م. هو هو حضرتك زي اي كائن حي الكائن الحي بيعمل ما يسمى بحاجه اسمها الايض او التمثيل التمثيل الغذائي النتيجه لهذا التبسيل بيخرج مجموعه من المخرجات بيسموها مخرجات سنوية او باللغه الانجليزيه بردك عشان برضو تبقى الامور في كتير قطاع كبير بيسمعنا اللي هي المتابلايتس اللي موستي. هي منتج منتج ثانوي منتج ثانوي نتيجه للتفاعلات النبات كان بيطلع بيطلع هذه المواد كمنتج ثانوي هي سموم يعني زي زي ال 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 الكرياتينين والبولينا ما كلها دي نتيجة لعملية الأيض كلها سموم لازم الجسم يتخلص منها يعني في الأصل هي كانت سموم بالنسبة للنبات وتخلص منها يتخلص منها بس كان لها تأثير تاني إن هي بتدينه نوع من أنواع الحماية الحماية سواء كان مثلا بكتيريا فيروس أو حتى حشرات حشرات لان طبعا هي بتو... يعني هي على حجم الجرعه اللي بتطلع من النبات بالنسبه للحشره بتبقى صاعقه اذا كانت بتخدر الانسان، اذا كانت بتاثر على الجهاز العصبي بتاع الانسان فبتكون صاعقه بالنسبه للحشره وتعمل لها نوع من انواع البراليسس الشلل التام وبتقضي عليها، يعني هي في الفعل كانت في الاصل نوع من انواع الـ 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 الحمايه آه الحمايه هي بتحمي نفسها هي النبات بيحمي نفسه ومخرج مخرج ثانوي آه يعني احنا آه بناخده يعني يعني نستخدمه بطريقه غير غير منضبطه وبالتالي بيكون لها التاثير هي بتاثر بالفعل على الجهاز العصبي مثلا للحشرات وبالتالي برضو كلها تأثير بتركيزات بس احنا قلنا في المقدمه 125 سنه صح؟ صحيح فعلا ولكن فعلا هنقعد نتعلم يعني انا انا اللي حضرتك بتقوله النهارده ده اول مره عنه هو حضرتك لما هو احنا اعتقد قطاع كتير جدا من المشاهدين في كافه التخصصات والدرجات العلميه يسمعوا عن هذا الموضوع احنا ما هو حضرتك هي الفكره هو الفكره مش مجرد ان احنا بنقول معلومه لمجرد المعلومه آه. انت عايز توصل رساله من خلال المعلومه تمام هو ده المستهدف يعني انت تمام. انت المعلومه ما المعلومات موجوده وتقدر حد يجيبها واحنا ما بنقولش حاجه بالنسبه لنا حاجه احنا دي, دي, دي يعني حاجه موجوده لكن ازاي بتوصل الرساله او بتستخلص من هذا المحتوى الرساله اللي بتوصلها طيب. للناس خليني بقى رساله تانية ايه هي بقى انواع النباتات المخدره أنواع النباتات المخدرة يعني احنا ك... يعني من ضمن الأنواع الشهيرة أوي نبات اسمه الكويا الكويا اه الكويا ده ده موجود في منطقة في منطقة ما بين تقع ما بين أمريكا قارة أمريكا الشمالية وقارة أمريكا الجنوبية ده نبات اسمه الكويا الكويا ده اللي بيطلع منه الكوكايين إذا المادة الكيميائية هنا الكوكايين هي الكوكايين بيستخرج من مادة الكويا وبيستخرج منين؟ بيستخرج من الأوراق بتاعته عشان كده في الـ في, الـ في هذه المناطق اللي هي بيسموها الهنديز حاجه زي كده، هذه المناطق بياكلوه بياكلوا الورق. ممكن اتفضل اصل ده حطيتني في حته تاني. اتفضل يعني نبات الكويا بيطلع ماده كيميائيه اسمها الكوكايين صح؟ الكوكايين بيستخلص من الاوراق بتاعته. انت عارف ده فاكر انت في الحلقه اللي قبل اللي فاتت لما قلنا الغذاء قبل العلاج؟ طبعا ما هو انت لما تتغذى كويس انت بتاخد مواد كيميائيه صحيح بصوره طبيعيه. هو ده هو ده صحيح ده صحيح. ده صحيح الكويا دي ايه او الكوكايين هو مستخرج من ورق الـ 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 النبات وطبعا ورق النبات اللي هو الكويا ده وهو طبعا الناس كانت بتاخده طبعا عشان تقدر ايه 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 تستمر في الحياه وبتاكله كده يعني بيتاكل حضرتك بتجيب حبه ورق وتاكله ايه 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 ويشبه كده ورق الجوافه يعني ها. لحد ما وطبعا ده بيسبب نوع من انواع طبعا بيدخل الانسان في مو... نوع من انواع الهلاوس وكمان بيدخله كمان في مشكلات ممكن يدخله في اضطرابات نفسيه تمام. ده اول ده اول نبات الثاني الخشخاش الخشخاش طبعا ده موجود بقى برضه اصله احنا طبعا بنتكلم بنقول ده الاصل اللي هو المكان الرئيسي اللي نشأ لكن هو اصبح الحاجات دي موجوده النباتات دي منتشره. الخشخاش موجود اساسا موجود في المنطقه الشماليه البارده في شمال امريكا اللي هي يسموها لاند ده مكانه الخشخاش اللي بلاد زي ايه بقى؟, بقى. آآ آآ لا هي اسمها دي 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 عامله زي ولايه او مقاطعه آه. يعني تبع امريكا الشماليه. آه. دي دي اللي بيستخرج منها الافيون يعني دي اللي بيستخرج منها الافيون اصل ده يفسر برضه ليه هناك هتلاقي تجاره المخدرات اه ده امريكا امريكا تل... امريكا دي حاجه حاجه يعني حاجه كبيره جدا في هذا في هذا القطاع وخصوصا المصنع كمان احنا آه. بنتكلم على الطبيعي آه. آه. آه دي الـ الافيون الافيون خشخاش في افيون وآف... خشخاش افيون وهو طبعا ده بيستخرجوه ازاي؟ هي الثمره بيبقى لها زي كبسوله كده يبداوا يشرطوها كده بالراحه فتنزل الايه؟ تنزل ماده لبنيه اللي هي هتعتبر الماده الكيميائيه اللي هي الافيون اللي مع الوقت دي بتجف ويتحول لونها في اللون الايه الغامق اللي هو الخاص بلون الافيون وبرضك نفس القصه بتسبب ادمان وتدخل الانسان في مجموعه من الهلاوس في بقى حاجه اسمها عشبه مريم احنا نعتقد ان هي يعني عربيه او حاجه لا عشبه مريم دي موجوده في جنوب امريكا برضك نفس القصه الاوراق بتسبب برضك دخل الانسان في هلاوس وهلاوس سمعيه وبصريه وما يتعلق باشكاليه المخدر بشكل عام في بقى اللي موجود في في, في غرب افريقيا افريقيا اللي هو حاجه اسمها الاوجا الاوجا ده نوع من انواع المخدر ده موجود في غرب افريقيا ده آآ 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 يعني الماده الرئيسيه فيه اسمها الاوجين الماده دي حتى في وقت المينة. اه مش اليوجلينا اليوجلينا ده 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 فط ده آه. ده بارازايت طفيل اليوجلينينا دي بارزايت اصل انا عندي مشكله بت... مش واخد بالك في الاير بيس كله كله آه بيسال من الواضح آه ان كل الناس عايزه آه ف... آه 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 فكله بيكلمني وانت بتكلمني آه فالدنيا مش ورا الكاميرا آه الموضوع شيق اصلا اه ده 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 موجود في غرب آه افريقيا وده آه آه حتى كانوا بيستخدموه ولازالوا يعني بيستخدموه في علاج الانواع المخدره الاخرى زي الهيروين الهيروين ده من الحاجات الصعبه جدا فده آه 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 بيستخدم في العلاج والتركيزات العاليه منه بتدخل الانسان في شلل في في فشل في عمليه التنفس الى جانب طبعا كالعاده كله مشترك في الاله نعم والسماء عايز اقول لك عليها اتفضل الناس ورا الكاميرا كلهم عملوا دماغ بالكلام. الكلام <applause> شوف بقى فتح احنا واضح ان احنا مش هتلاقي الناس كلها بره دلوقتي <applause> احنا <اهل أخ> خلي بالك <applause> بقى في بقى النوع اللي هو المشهور في مصر او حتى حتى في الامثال الامثال بتاعتنا في الكوره والكده مع معروف يعني اسمه الداتورة الداتوره اه يقول لك انا هو انت فاكرني واكل داتوره اه الداتوره ده برده نبات اصله في المكسيك يعني مم. هو نبات اصله في المكسيك وهو ال ال الماده الفعاله بتاعت هذا النبات هي دي اللي اللي الل الل اللي بتعمل عصار المخدر ودي بتاثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي وتعمل له عمليه تثبيط دي بقى بتسبب بقى اتساع حدقه العين آه ممكن تعمل جفاف في الحلق وصعوبه في البلع طبعا بتعمل نوع من انواع اضطراب التراب بشكل عام طبعا يعني و... 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 يعني عدم عادة مبتاز... عدم التزام اثناء المشي المشي والسير والكلام ده كله ده مخدر من دي احدى النباتات في بقى طبعا آه آه في نباتات في دقيقتين في 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 نبات في نبات نباتات تانيه موجوده برضو في افريقيا في وسط افريقيا، النبات ده من من شأنه ان هو بيأثر على الاطراف ويسبب لها نوع من انواع التنمين الى جانب الهلاوس، وفي اخر واحد بقى اللي هو الكينج اللي معروف عندنا وفي كثير من المناطق اللي هو القنب اللي بيطلع منه الحشيش والماريجوانا والكلام وهذه العائله طبعا طبعا كلنا عارفين الحشيش والحشيش في الغالب بيتاخد بشكل تدخين شكل مدخن لانه له قدره كبيره جدا ان هو او إن هو يخرج من الرئه ويخش على الدم وياثر على المراكز العصبيه بشكل مباشر جدا وبالتالي ده زي ما قلنا برضو كله بيؤدي الى الهلاوس سواء كانت سمعيه او بصريه ويؤدي الى عدم وجود اتزان يؤدي الى ارتفاع في ضغط الدم اتساع في حدقه العين اه وطبعا كان في حد كان بره قال لك طب لما هما الاثنين جايين من القلب الحشيش والمرجوله ايه الفرق بينهم الفرق بينهم من مكان الاستخراج واحد بيجي من الساق اللي هو الحشيش والتاني بيجي بالزهره اه اللي اللي هو المرجوله احنا, احنا, احنا مع بعض يمكن سنه بنتكلم في الكبسوله صح احلى كبسوله لا دي دماغ يعني كبسوله دماغ علي قوي صحيح الكبسوله دي وبعدين لا بجد معلومات جديده لانك صحيح صحيح انا 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 على المستوى بسمع كلام عمر اسمعه صحيح صحيح خاصه موضوع الاوسو كانا بتاع الهند ده الشاب والقاتل نخليه الحلقه الجايه نخليه الحلقه الجايه اصل دي حاجه جديده نخليه الحلقه الجايه نخليه الحلقه الجايه خلصت الكبسوله بسرعه صحيح عشان النهارده كانت كلها معلومات عمل الدماغ صحيح فما بالوقت صحيح, صحيح. تحت امرك فعلا <applause> خليني بالنيابه عنكم اشكر الدكتور محمد راشد على كميه المعلومات الغير عاديه اللي دهانا النهارده في الكبسوله واللذيذ في الموضوع ان احنا ربطنا ما بين النباتات والمخدرات وبين الماده الكيميائيه خلينا نطلع نشوف بقى الفقره الثانيه هل كورونا fossil one fossil